حميمية مائدة رمضان الجزائرية اليوم تجمع الشباب والطلبة الأفارقة في جلسة رمضانية حميمية أخوية لتعزيز قيم التضامن والتكافل والتبادل بين مختلف شبابنا في إفريقيا. لعل اليوم يوم كبير يمثل انطلاقة كبيرة نحو تشبيك العلاقات وتوضيد الروابط بين مختلف شبابنا الإفريقي انطلاقا من هذه الفئة الشبابية من مختلف دول إفريقيا التي تدرس هنا في الجزائر. هذا العمل الذي يحضر في مخيلتنا كمجلس أعلى للشباب بالتعاون طبعا مع المرصد الوطني المجتمع المدني ومع مختلف الجهات الصلة لتعزيز هذه القيم التبادل الإفريقي والترابط بين مختلف شبابنا الأفارقة. شكرا.